نعلن عن التنصيب الرسمي للسيد غزالي كمال بصفته رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، والسيد عثمان موسى بصفته نائبا عاما لدى نفس المجلس. تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد الذين حظوا بثقة السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون في إطار الحركة الجزئية التي أجراها في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين يوم الاثنين 29 أوت الفارط، والتي عين بموجبها السيد غزالي كمال بصفة رئيس مجلس خلفا للسيد مختار بوشريد الذي تم نقله بنفس الصفة لمجلس قضاء بومرداس، والسيد عثمان موسى بصفة نائب عام خلفا للسيد مراد سيد أحمد، الوافدين الجدد لمجلس قضاء العاصمة جعلتهما جديرين لتولي هذه المسؤولية الثقيلة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة للعمل القضائي بوجه عام وللسياسة الجزائية الوطنية خصوصا، وهي سياسة مبنية على مكافحة مختلف أشكال الإجرام ومواصلة التصدي لظاهرة الفساد، والتي تقتضي بسط سلطان القانون وتطبيقه بالصرامة اللازمة من جهة، واحترام قواعد المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات لتحقيق الأمن القانوني والقضائي من جهة أخرى.